زي ما انتم شايفين من الاغاني الحلوه الاغاني رمضان، بنكمل معاكم بيت للكل، واحنا لسه معاكم مع عالم العرائس بتاع رحمي الفنان الكبير المبدع المصري، وتحديدا بوجي وطمطم. بوجي وطمطم قعدوا كم سنه على الشاشه؟ قعدوا 18 سنه. 18 سنه ده كانوا كبروا، بداوا اطفال يعني وكبروا. لا ما بيكبروش، العجوزه تبقى ثابته طبعا. لا انا اقصد سنه تنها، لا كبروا يعني في العمر، احنا كبرنا معاها. العجوزه زي ما هي، العجوزه تبقى ثابته. ممكن نتكلم مع طمطم؟ اتفضلي. يلا كده. انا يا طنط شفقي. ايوه انا بحبك قوي طبعا. وانا والله أنا يا طمطم بحبك قوي. شغل الفنان رحمي ده كان كامل من كله. ايوه، من الخط للتشكيل للدور الدرامي حتى الحركه والصوت، تسميه الاسم هو اللي بيسمي الاسامي. طمطم ده دلع الاسم المصري، دلع فاطمه. فانا بابا رحمي عاملني مصريه، اسمي طمطم دلع فاطمه، وانا جميله ولازم ابقى في رمضان عشان هو رمضان عمل حاله رمضانيه جميله. بوجي وطمطم في رمضان، ادي الاسم وادي العنوان، برنامج صبيان بناتي وبرضه رجال. طب المجهود الكبير ده مين اللي كان بيقوم بالتحريك بقى وتصوير فيديو؟ ما كانش فيه امكانيات كتيره وقتها. إيه يا محبيب قلبي، ده مسلسل كبير. مسلسل كبير. من اول ما بنعمل خلاص عملنا الشخصيات، هو الاول بيعمل الفكره، بيكتب الدراما، بنعمل ترابيزه، بروف ترابيزه للفنانين، كل واحد بيعمل دوره، بياخد سجل صوت، بعد كده الصوره في استوديو بقى، اي استوديو في التلفزيون. فكان الصوره بينعمل لها ديكور، طبعا العروسه بيبقى لها حسب وقتها او حسب دراما بيبقى لها زي، ممكن يكون مثلا زي مثلا عادي لبس اطفال عادي. مره كانت مثلا في مسلسل كنا مصور في الاقصر، كان لها لابسه لبس فرعوني مثلا، في رشيد لابسه لبس رشيدي، فهي ازياء بتتعمل لها حسب الدراما. حسب حرام. الدراما تعبناكي يا طمطم. لا 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 طمطم يا سنة مش عارفه، بس هي طمطم، هي طمطم حبيبتي دي، فهي حامله بهجه في الشاشه من الصوت والاغاني. بيكتبني اكبر فنان مصري الاستاذ صلاح جاهين، اما يكتب اغنيه صلاح جاهين اول موسم وثاني موسم، الاستاذ صلاح جاهين هذا العبقري يؤمن ببوجو طمطم، يكتب لها التتر والاغاني. وعن هو توفاه الله سنه 86. اللي كمل بعديه ابنه الشاعر الجميل بهاء جاهين. طب هاي الدمى شو بتمثل لك انت؟ الدمى دي هي دي بوجو طمطم بالذات، انا عارفه قيمتها وقد ايه ارتبطت بها وجدان الطفل المصري والعربي. فانا محافظه عليها قوي، ولما عشان هي تراث يعني مش ملكي انا دلوقتي، هو ملك الطفل المصري والعربي. فانا عارفه قيمتها قوي، فانا كمصممة عرايس وكنت انا بعملها بايدي، فالعرايس دي الخامه بتدوب يعني، مثلا ده الكرك ده ريش يعني ممكن قوي يبوظ، فاي حاجه لازم تتعمل هتبوظ تتعمل من اول وجديد. العرايس اتعملت كذا مره بعد وفاته، يمكن اكثر من 3 مرات، بس ايه اللي شكشك وباباه هو اللي نحتهم بايده، فعشان كده انا محافظه عليهم قوي، ما تعملوش تاني، هي النسخه اللي عاملها بايده. فالعرايس دي يعني انا دلوقتي بتمنى ان الطفل المصري والعربي يتعمل له نص جيد وكتاب حاسين بالشخصيات وعارفين قيمتها، ويعملوا للطفل دلوقتي الموجود، هي العروسه ثابته زي ما هي، بس الفكره والموضوع والكتابه هي اللي بتبقى ممكن نضيف لها حداثه، بس هو الطفل هو الطفل، والوجدان هو الوجدان، والتربيه والعادات هي العادات، فيعني احنا مش هنبعد قوي، بس ايه بس حداثه بسيطه بس. فالكاتب دلوقتي عنده مهمه صعبه، ان هو ازاي يجذب الطفل اللي عنده كل حاجه للشخصيات دي طبعاً ويشوفها طبعاً. ده في مهمه الكاتب طبعا. هلا يمكن بعد هالسنوات الطويله والعشر الطويله مع هاي الشخصيات يعني اكيد صاروا يعنوا لك شيء. ده كل حياتي، عشره عمر حياتي كلها مع هذا الفنان، هذا المسلسل. انا اتجوزته اول سنه ظهور بوجو طمطم، فحياتنا في البيت، حياتنا في البيت كل حياتنا ابداع وشغل، وقاعدين ناخد جوائز ونروح مهرجانات ونعمل استعراضات وعملنا استعراض جميل قوي، اوبريت اللعبه خد جوائز عالميه طبعا، كان كاتبه الاستاذ صلاح جاهين ونيلي الجميلة العالمية نيلي طبعاً. مع فنان رحمي حضر له، أنا وهو حضرنا له الماسكات والعرايس سنتين عشان عمل 200 ماسك بهذا الأوبريت. فكل شغله كان بيعمله بحب شديد،
وباخلاص شديد فيوصل وياخد جوائز وعمل حاله من الابداع. كان حياتنا كلها ابداع وجوائز وعرايس حلوه وشخصات حلوه، ومره يعمل فلافيل ومره يعمل حورس ومره يعمل طنط شفيقه ومره يعمل يعني. هو الاول بدا بابو طمطم وزيكا وزيكو، وبعد كده بقت عيله كبيره كل سنه حسب الدراما بيزود شخصيه. طب انا يعني بما ان احنا بنتكلم على فنان كبير بقيمه رحمي وبنتكلم على الشخصيات، لما بقى بيدخل رمضان قبليه التحضير يعني تصوير في الاستوديو بتصوروا حاجات وبتعملوا وبعدين تبدا الاذاعه على الهواء، كمان بيبقوا يعني بيخلصها قبل رمضان ولا بيبقى في شغل وقت رمضان؟ لكن بيبقى ساعات كتير قوي، ساعات يبقى تعبان يبقى في شغل في رمضان، وكمان جو رمضان ده ساعات يبقى جميل قوي. جو رمضان ده جميل قوي في الشغل، والاستوديوهات كلها شغاله وحاله جميله والسحور بره في الاستوديوهات، فيبقى في رمضان في كان حاله حلوه قوي في مصر. انا بالنسبه لبوجو طمطم كان كتير قوي كان يشتغل في ايام رمضان. ست فوقية يعني احكي لنا شوي عن صدى هذا البرنامج في العالم العربي، يا ريت لو تحكي لنا عنه ونعمل وناخد هيك حوار صغير ما بين طمطم. يا حبيبي هو الصدى بعد وفاته من غير ما اقول، بعد وفاه رحمي ب 22 سنه بوجو طمطم رمضان دخول رمضان هي رمضان في مصر بوجو طمطم، تلاقي كل الشارع بوجو طمطم والكلام عن بوجو طمطم، وبوجو طمطم اصل كان عامله حاله في رمضانيه في رمضان، بوجو طمطم في رمضان. لا وبيتعملوا دلوقتي بيتباعوا يتحطوا كده على مفارش وعلى حاجات. الحاجات دي ماشي المصريين بيحبوها، لكن اللي بيبيعوا اللي في تاجر بقى يعني جامد او كبير عاملهم في الصين ده تعدي على الملكيه الفكريه. فانا مش سايباها ده بينه وبينه يعني قضاء طبعا على حسب ان دي ملكيه فكريه وهو ما جناش يعني حقوق حقوق دي بقى هو تعدى عليها وعملها بقاله سنين وبيبيع وكسب كتير قوي، ده ما ينفعش. فيعني احنا حاجتنا المصريه دي احنا لازم نحافظ عليها مش نسلبها يعني. طيب ست فوقيه يعني حابين نفرج المشاهدين خاصة إنه يمكن في فلسطين وفي الأردن وزميلنا أحمد من العراق إحنا منعرفهم وسامعين فيهم وشفنا هيك أشياء بسيطة بس ما شفنا يعني داخل الاستوديو، حابين نشوف كيف الشخصيات عمالها بتلعب دور، فحابين منك هلا في الاستوديو تفرجينا. هو كان فنان متميز في شغله قوي، كان يعمل كل شغله ما فيش يعني باخلاص شديد قوي. لما عمل بوجو طمطم هو بيشتغل كتير قوي قبل بوجو طمطم 20 سنه في التلفزيون، في محركين بتوع التلفزيون وبتوع المسرح يعني هم دول اللي كانوا موجودين في التلفزيون بيعملوا كل البرامج. فلما عمل بوجو طمطم المحركين دول ما ادوش اللي هو عايزه. طيب ست فوقيه احنا بدنا نشوف جاب فريق من الباليه اللي مسك بوجو طمطم فريق باليه راقصين الباليه يعملوا معاه الاستعراضات ويحركوا بوجو طمطم. طيب ست فوقيه بدنا نشوف مشهد من ايه؟ من بوجو ولا طمطم؟ من اللي عايزه بوجي او يعني هنشوفه على الهواء هنتفرج مع المشاهدين هنتفرج مع المشاهدين على المشهد. بوجي وطمطم فتحوا نفسنا القطايف والكنافه يعني. طيب كان بيحصل اعادات على الهواء يعني بوجي يغلط طمطم تغلط يعيدوا على الهواء مونتاج؟ لا احنا مفيش هواء، ده تسجيل، ده احنا بنسجل صوت الاول وبعدين منتج الحلقات وبنسجل بقى الصوره في الديكور. طب ما كانش يحس يقول لك لا انا عايز بوجي يبقى متحمس اديني اداء اكتر يعني؟ هو لما وصل الفريق ده هو ما كانش بيقول لهم اي حاجه عشان كانوا هايلين، كان لما الواحد منهم يمسك العروسه يبقى خلاص راح مشيت دماغه من التحريك وبيشتغل حاجه ثانيه. هم فعلا عملوا حاجه حلوه قوي في شغل بوجو طمطم اللي هم يعني بيسمعوا مزيكا وبيرفعوا ايديهم كتير وبيرقصوا، فهم اختار فرقه حلوه قوي عمل تحريك كل بوجو طمطم من اول موسم لاخر موسم. طيب ست فوقيه انا خطر على بالي سؤال. تفضل. الان يمكن الاستاذ يونس الشلبي الله يرحمه يعني وقدم اشياء لا يمكن ان تنسى يعني في التاريخ الفني العربي، وايضا الشخصيه الاخرى نفس الشيء الفنانه هاله فاخر. الان لو فكرتي انه مثلا يمثلوا ادوار او يتقمصوا يعني ادوار للشخصيتين يعني مين ممكن لا ما هي شخصيه دي بوجو طمطم بقالي كتير قوي عايزه يعني اللي يكتب لبوجو طمطم الاول النص يبقى بوجو طمطم الرساله مظبوطه كلامهم مظبوط يعني كل ده يعني ايوه يعني ممكن هاله موجوده بس احنا عايزين بوجي بس الاستاذ يعني مثلا يعني الفنان الكبير يونس شلبي مثلا الان كيف ما هو دلوقتي اللي هيحصل انا الشخصيه مرتبطه بالصوت والصوره والشكل هي واحد لازم اجيب
الممثل بيقلي صوت بوجي واعمل مسابقه لاحسن صوت لبوجي ويبقى هو ده هيبقى صوت بوجي اللي هو يونس شلبي. لكن فيه شخصيات موجوده، المدام هاله الله يديها الصحه، الاستاذ رأفت الاستاذ رضا الجمال بيعمل شكشك وباباه، مدام انعام موجوده، هو بس اللي هيبقى مش موجود الاستاذ بوجي وماهر سليم اللي هو زيكا وسيد عزمي اللي هو زيكو، يعني بوجي واصدقائه دول اللي هيبقوا تقليد الاصوات او يعني بيقلدوا، في ناس بتقلد الاصوات. طيب سيد فوقيه يعني ترك لك مسؤوليه كبيره الفنان الراحل رحمي. أيوة. يعني هذا انعكس على انه المحتوى اللي بده يتقدم للطفل العربي والمشاهد العربي بشكل عام لازم يكون على مستوى يليق بذهن المشاهد العربي اليوم بال 2023. أيوة. شو ممكن المحتوى اللي يقدم الان على الشاشه العربيه من خلال هاي العرايس؟ المحتوى وعاداتنا وتقاليدنا ووجداننا واحد. يعني الطفل ما بيتغيرش، البني ادم ما بيتغيرش، الطفل بيبقى مولود بالفطره، احنا اللي بنشكله. مين بيشكله؟ الكتابه، البرنامج، المسلسل، الفيلم، كل ده الفنانين اللي بيدوا للطفل. وكمان بقول لهم رساله الطفل اصعب وارقى طبعا. وهي اللي باقيه عن الشغل الكبير. فهي الطفل احنا اللي بنديله واحنا اللي بنعمله. وفي مشاكل جديده اليوم عم بتواجه المشاكل الأطفال. تتعمل في المسلسل بالزبط. في الدراما بالزبط. في الكتابه، في الكتابه بس. يعني انا بعمل للطفل، مش لازم ادخله مشاكل، بدي الطفل وادي له عاداته وادي له تقاليده، حتى لو في حداثه في موبايلات في مش عارفه ايه. فلازم مثلا الطفل دلوقتي ماسك التليفون على طول، انا ممكن اعمل له ان ده غلط، ان ده ما ينفعش نمسك التليفون على طول، يطلع يلعب يعني يقرا يكتب يرسم يعمل هوايات تانية مهمة. طيب طبعا. انا عايزه اعرف بقى من حضرتك فضل. يعني الفنان رحمي بهذا العالم اللي هو عايش معاه 18 سنه بوجي وطمطم في البيت بقى بعيدا عن بوجي وطمطم بيعمل ايه؟ مشغول بيهم برضو ولا زوج عادي بقى؟ لا هو زوج، لا هو رحمي مش عادي، راجل مش مصري كده عادي بيعرف الحاجات وحاجات في البيت وايه اللي هناكل ولا لا لا لا، هي راجل فنان كل حياته وكل متعته القهوته وسيجارته الورقه والقلم، يكتب ويصمم شخصيات ويكتب افكار ويصمم شخصيات ونشتغل بقى. مثلا هنشتغل السنه دي بوجي وطمطم، السنه بتاخد من عمرنا في السنه 6 شهور. فكان هو ما بيعملش في السنه، ما يقدرش يعمل الا بوجي وطمطم واوبريت استعراضات، مره اللعبه مره اوبريت حورس مره اوبريت عوده فلافيلو. يعني هو الاوبريت برضه ياخد منه مجهود جامد من تحضير العرايس والماسكات، بس ده بيبقى اغاني، بيبقى شاعر اغاني بيكتب الاغاني والتلحين وبيبقى اوبريت. فهو كان عامل حاجه اسمها طبعا غير اللعبه، اللعبه دي كانت مش هيتكرر تاني طبعًا. عشان الثلاثه يعني سالوس الاستاذ صلاح جاهين الساحره نيلي رحمي طبعًا. مش هيتكرروا يعني. هو عمل عودة حورس برضه، خد الجوايز في مهرجان سينما الطفل. كان عنده حكايه كده مع حورس انا احب احكيها، يعني ان هو كان عاملها للدوره الافريقيه، لما كان هيطلع يفتح الدوره بيعمل جناحه كده يبقى الدوره اتفتحت. فهو كان وزير الشباب ساعتها عبد المنعم عماره، فهو عشان ياخد اجره رحمي الوزاره الشباب هتاخد الايه الماسك ده، فهو لا الحاجات دي عنده غاليه قوي يعني اغلى من ولاده طبعا، مجهوده وتعبه وفكره أكيد. وحورس أكيد. حورس أكيد. كان بيعمله بحب شديد عشان الحورس الفرعوني، فهو عنده حاجه جامده قوي. فلما قال له لا انا مش هاخد اجري، انا هاخد عروس واروح، وانا عملت حورس هديه للدوره. فهو عمل بيهم بقى ايه، عمل بقى اوبريت خد جايزه، عمل حورس راجع من الاساطير، في بيقول للاطفال مصر انت عملتوا ايه لمصر، اللي يقول له مثلا انت عملت ايه وانا بحب مين. هو رحمي هيفضل فنان رحمي في فنان. كل ما قدمه الف رحمه ونور عليه الفنان محمود. هو كان عنده حاجه كمان حلوه قوي معلش، عشان هو كان كمان هو كان اصل احنا مدفع رمضان هيضرب علينا هو كان مهموم بالقضيه العربيه، يعني لما كان هو كان عنده في نقابه السينمائيين وكان بيروح العراق ايام الحصار عشان فك الحصار، فلما قد ايه كان سعيد ان في الطفل العراقي وهو في حاله صعبه قوي مش لاقي ساندوتش مش لاقي قلم ان هو بيشوف شغله وبيسعده. فدي كانت عامله له حاله من الحب وحاله من الف رحمه ونور عليه الفنان. اهلا بيكم، انتم منورين مصر وشبكه منوره ومنورين كل الدنيا. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وبوجي وطمطم بخير.